قررت وزارة الأوقاف تعليق كل الأمور والأنشطة الجماعية في شهر رمضان المبارك، وأعلنت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، وكذلك حظر أي إفطار جماعي بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها. كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهات المختصة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه هذا العام. وأكدت الوزارة أنه لا مجال لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، وأن المساجد لن تفتح إلا في حال عدم تسجيل إصابات بكورونا، وتأكيد وزارة الصحة بعودة الحياة إلى طبيعتها.